الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث لا يقاويه ولا يعلوه حدث آخر، فهو ميلاد نبي ختم الله به الأنبياء وبعثه رحمة للعالمين وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لذلك فإن مولده وذكرى هذا المولد في كل عام أقل ما يعني يستوجبه علينا نحن المسلمين أن نتذاكر ميلاد هذا النبي العظيم، وكيف أنه أخرجنا وأخرج الإنسانية كلها من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والإيمان. فلذلك نحن باسم الأزهر الشريف والنشاط الثقافي والديني فيه نقدم تهنئة للعالم الإسلامي كله شرقا وغربا، وللأمة الإسلامية في مصر والبلاد العربية على وجه الخصوص، حتى يكون هذا الشهر كله تذكرة نتدارس فيه سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة بأحداثها ووقائعها التي كانت نور هداية وتوجيه وإصلاح، إلى أن ختم الله برسالته الدين وأنزل